أنا انحدر من أسرة رياضية، عندي يدي رحمة الله عليه كان لاعب كرة قدم، مثل شركة نفط الكويت في بداية الخمسينات، واستمر أيضا في لعب كرة القدم إلى نهاية أو تقريبا نص السبعينات، كان اسمه علي كنكوني، مثل نادي فحيحيل الرياضي أيضا. بعدها عندي الوالد رحمه يطول بعمره، لعب بنادي الشباب من بداية السبعين حتى 79. فأمانة مثل ما قلت لك أنا انحدر من أسرة رياضية بحتة. الطرف الثاني أيضا من خوالي، عندي خالي عبد اللطيف القطان، لاعب كان مميز ما حصلت له فرصة أنه يمثل النادي، من عيال الأحمدي كان. فأمانة هو كان السبب الرئيسي في حبي لكرة القدم، كان في أي مباراة يلعبها قبل في السابق، أنت عارف قبل الكويت كانوا يلعبون بالفرجان في ملاعب، فكان دائما ياخذني من وانا صغير وياحد، كنت أطالع المباريات إلى أن تقريبا يعني حبيت الرياضة وحبيت كرة القدم بالذات. فساهمت الأسرة الرياضية اللي هو يدي رحمة الله عليه ووالدي الله يطول بعمره بالإضافة إلى خالي في حبي لكرة القدم. أضف إلى ذلك أن أنا عندي عمي تقريبا يكبرني في 3 سنوات، أيضا مثل نادي الشباب الرياضي، كان اسمه حمد كنكوني، كان حارس مرمى، لعب فترة أيضا ليست بالقصيرة. طبعا المراحل السنية خسرنا إحنا كنادي الشباب أنه ما استمر في لعب وممارسة كرة القدم، ساهم أيضا في أنه تدري يعني خاصة أثناء الصيف ما يكون في عندنا دراسة ولا يكون في عندنا، فكنت أنام عنده، فكان دائما يوميا كنا نلعب مباريات بالفريج، بالإضافة إلى ان طبعا الفريج انت مثل ما انت عارف بالأحمدي ما شاء الله كان عندنا ملاعب كثيرة، منها ملاعب الهوكي، ملاعب الكشافة، يمكن عيال الأحمدي يعرفون هالأسامي هذه تمام المعرفة، بالإضافة إلى انت عارف بداية الصيف او يمكن خلينا نقول وسط منتصف الصيف تبدي الأندية في العودة للتدريبات، فكنت أروح مع عمي أطالع مبارياته وأطالع تدريباته أثناء تدريبه. هذا اللي شجعني على أني ألتحق بنادي الشباب، خاصة أن أنا من سكان الأحمدي ومن مواليد الأحمدي. أمانة إحنا بالبيت عندنا الأغلب عرباوية تقريبا، فالأجواء تكون إذا كانت في مباريات العربي والقادسية كانت دائما ما تكون يعني حماسية، وحتى مثل ما أنت عارف يمكن حتى بالمدارس يوم مباراة العربي والقادسية يعتبر حدث مهم جدا، حتى نص الحوارات بالفرص اللي تكون عندنا بالمدارس نتكلم عن العربي والقادسية. حتى استحضرني يمكن آخر مرة أنا حضرت فيها مع والدي الله يطول بعمره كانت نهائي كأس الأمير، مباراة كانت بين العربي والقادسية، وكانت في 94 تقريبا، وفاز العربي على القادسية بضربات الترجيح، وسمير سعيد توفق في رحمة الله عليه بصد 3 ضربات جزاء، وكانت مباراة جميلة جدا، كان فاضل مطر أو سامح حسين، من ناحية القادسية كان محمد بن أيان، محمد مبارك، محمد جاسم، هذيل الثلاثة لأنه ضيعوا ضربات جزاء. فكانت أمانة يومتها حتى الوالد يمكن خلانا نقعد حتى لنهاية ليل فير وإحنا قاعدين، مع العلم أنه كان عندنا مدرسة في اليوم التالي. فكانت بما معناه بوصلك كيف أن البيت كان ينتشي بفوز العربي في أي بطولة أو في أي مباراة، وخاصة ضد القادسية الغريم التقليدي. بدايتي بممارسة كرة القدم كبداية أي لاعب في جيلنا، أمانة مارسناها في الفريج، وكنت مثل ما قلت لك أروح بالبداية كنت أطالع المباريات مع خالي، بعدها تدرج قلت لا مع عمي حمد الكنكوني، كان دائما يأخذني ويا مباريات، ويستحضرني المذيع المميز ماهر العنزي، كان أيضا من اللاعبين المميزين جدا كما هو مميز في الإعلام، وكان مقدم برامج، كان يحضرني من الأسماء طلال بركة من الناس المميزين بالأحمدي، وكان لاعب فذ، فكان هذيل النوعية من الشباب هم اللي يخلوني ويحفزوني أني ألعب بحكم أني أنا أصغر منهم سناً،
فلذلك كنت بداياتي كانت بالبراحة، كنا نسميها براحة حمد، وكانوا معي من الأخوان ذي يستحضرني مشعل العتيبي وعيسى القلاف، أحمد متروك، أحمد الرشيدي، أحمد شاكر، كانوا من مجموعة من اللي بالفريج، بس كنا دائما نلعب مباريات في الفريج، وبعدها انطلقنا حتى قمنا نلعب نروح مناطق ثانية، مع العلم أنك ما كان عندنا سيارات، بس كنا ناخذ مثلا باص مواصلات أو أن أحد يوصلنا وبعدين احنا نرد ندبر نفسنا. فهذه كانت من بداياتنا شلون حبينا ومارسنا كرة القدم بالفرجان. أمانة أنا من منتسبين مدرسة مصعب بن عمير بالمتوسطة بالأحمدي، كنا نمارس رياضة كرة القدم، ومنها أمانة استقطبونا نادي الشباب من المدرسة. يعني صراحة أنا كنت أروح مع عمي وكانوا يعرفوني المدربين، لكن بدايتي كانت من المدرسة. كان في كشافين، كان يحضرني الكابتن محمود، ممكن معروف بأبو حنفي، كان الكابتن شاهر يمثل نادي الساحل، من الناس المميزين اللي طول بعمارهم. الكابتن شاهر ما عندي خبر إذا عايش أو الله أخذ أمانته، لكن الله يرحمه بجميع الأحوال. كابتن محمود أبو حنفي في تواصل إلى الآن معه، من المدربين اللي ساهموا في يعني إبرازي ومشاركتي في نادي الشباب، على الرغم من حصول موقف طريف مع الكابتن محمود. احنا كنا مجموعة من اللاعبين، تدري كحالنا من حال أغلب الأندية، كنا نروح أغلب اللاعبين كجروب بالفريج، رحنا وشاركنا بالنادي، فتمرنا مع بعض تقريبا، كانت بال92 بداية 92 كنا نتمرن مع بعض، لغاية ما ياني كان يقول لي أنت شو اسمك؟ قلت له أنا اسمي علي كنكوني. كان يقول لي أنا ودي أقولك شوف لك لعبة ثانية، يعني هذا الأمر شوي يعني حزب خاطري، حس أن أنا ماني قادر أني أكون من ضمن المجموعة. فبالتالي عملت يعني مثل ما يقول ختيمين، بس تميت بنادي الشباب، رحت مارست لعبة كرة الطائرة لمدة موسم، وكانت موسم 92-93. بعدها ما لقيت نفسي في كرة الطائرة، على الرغم أنه تم اختياري لمنتخب الكويت لتحت 13 سنة في كرة الطائرة، ومع مجموعة من اللاعبين المميزين إلى الآن. صراحة كان وياي جيل الكابتن مشعل رمضان لاعب العربي، واللي يحضرني الكابتن عبد الله جاسم لاعب في العربي أيضا، وأعتقد راح نادي الكويت. هذين اللاعبين اللي كانوا يمارسون معي، وكان اللاعب أحمد الهولي لاعب القادسية، وكان لاعب فيصل المميضين أيضا لاعبين نادي القادسية، كان لاعبين مميزين، كان إبراهيم بهاويد لاعب نادي كاظمة. كنا مجموعة، كنت اخترت في المنتخب الكويت تحت 13 سنة لكرة الطائرة، لكن بالصيف لا رديت مرة ثانية لكرة القدم، ورديت عند نفس المدرب، والحمد لله الكابتن محمود تم اختارني من ضمن المجموعة، اقتنع فيني إلى أن صرت كأنا كابتن الفريق مع مجموعة من اللاعبين اللي التحقوا قبلي بسنة. موسم 93-94 كان عمري تقريبا 15 سنة أو 14 سنة تقريبا بهالحدود، بدينا من بداية الصيف، وتم التحاقي رسميا أني أكون بفريق كرة القدم بنادي الشباب. أمانة أنت مثل ما أنت عارف الإمكانيات قبل ما كانت نفس الإمكانيات اللي موجودة الآن، كان الملعب تقريبا نتمرن فيه 3-4 فرق، احنا كنا تحت 15 سنة، كان في فريق تحت 17 سنة، وكان في فريق تحت 13 سنة، نتمرن كلنا بملعب واحد، فعادة كنا نستخدم نص الملعب. لكن الجهاز الإداري كان متمثل بالكابتن منور العنزي ومشاري أمسي عليه، والكابتن محمود أمانة حسسونا في أن الملعب هذا الصغير اللي ناخذ منه نص ملعب كنا استاد ويمبلي بالنسبة لنا. أمانة حسينا أن إحنا كبيت ثاني لنا فعلا، حسينا بالدفع اللي كان أي لاعب في بنفس أعمارنا يحتاجه، كنا نحتاج أنه يكون في أب روحي للفريق. كان موجود الكابتن منور العنزي الله يذكره بالخير، وكان يعطينا نصائح، كان معتبر نفسه كأخو،
كبير لنا بنصايحهم باهتمامه، حتى لدرجة في بعض المواقف كان وهو يعطينا مكافآت من جيبه الخاص، بالإضافة إلى الاهتمام النادي من ناحية توفير حتى وجبات لنا ما قبل المباريات. كنا نيجي يعني المباراة مثلا كانت تكون يوم خميس، طبعا على اعتبار أن كنا نداوم من السبت للأربعاء، فكان يوم الخميس وهو يوم المباريات الرسمي لنا، فمبارياتنا تكون عادة 3:45، فكنا نيجي من الساعة 10 موجودين بالنادي، غدانا يكون بالنادي، قعدتنا مع اللاعبين، ففي في روح الفريق، في ألفة بين اللاعبين من تحت 15 سنة إلى أن أغلب اللي موجودين، ما أقول كل الموجودين، استمرينا لمرحلة متقدمة من مراحل الـ النادي.